يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي عدم العجلة في قراءة القرآن الكريم، لكن يوجد الآن ما يسمى بقراءة الحدر وهي القراءة السريعة. أنا ما قلت بعدم العجلة، هذا أمر للرسول ما يستعجل وقت نزول الوحي عليه حتى يتكامل. أما التلاوة لا مانع أنك تستعجل فيها، لكن بدون هذرمة وبدون سرعة تخفى معها بعض الحروف. نعم.